أرسل كلمة تبرع على الأرقام التالية. لاجئون، مشردون، عالقون بين الموت والحياة على الحدود السورية وخلفها، آلاف دون مأوى وأطفال يواجهون كل أشكال الموت الممكنة. استغاثوا فلبينا. حملة جمع تبرعات تقودها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لصالح اللاجئين السوريين على قناة أبوظبي الإمارات ابتداء من السبت وحتى الاثنين من 9 مساء.